العثماني لم نحسم بعد في شأن الدخول المدرسي المقبل. قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني خلال الندوة الصحفية التي عقدها مساء يومه الأحد 19 من يوليوز إلى جانب وزير الصحة أنه إلى حدود الساعة ليس هناك وضوح بشأن الدخول المدرسي لأن الوباء أيضا غير واضح. وأضاف رئيس الحكومة أن التاريخ 15 من غشت سيكون حاسما لاعتماد السيناريو الذي سيتم اعتماده في هذا الشأن، مشيرا أن وزارة التربية الوطنية قامت بوضع مجموعة من السيناريوهات التي تخص الدخول المدرسي المقبل. العثماني: السفر ماشي ممنوع، غير من الأحسن تفادي في فترة العيد. قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني خلال الندوة الصحفية التي عقدها مساء يومه الأحد 19 من يوليوز إلى جانب وزير الصحة أن الجميع يرغب في أن يمر العيد في أحسن الأحوال من خلال الالتزام بالتدابير المفروضة للوقاية من فيروس كورونا. وأضاف رئيس الحكومة أن السفر غير ممنوع، إلا أنه طالب بالمقابل من المواطنين بعدم السفر خلال فترة العيد إلا عند الضرورة القصوى، تفاديا للازدحام في المحطات والطرقات.